بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة بسيطة وسهلة جدا اسمها جاردنيلا فيجيناليس. حنعرف أنها هذه البكتيريا بتعمل ديزيز اسمه بكتيريال فاجينوزيس. البكتيريا هذه هي أساسا البكتيريا الفريدة اللي بنسميها جرام فاريبل رودز. ما معنى جرام فاريبل رودز؟ ممكن تعطي جرام نيجاتيف رودز وممكن تعطي جرام بوزيتيف رودز. كانت تسمى ليش طبعا حقول ليش كانت تسمى هيموفلاس فيجيناليس وكانت تسمى كراني بكتيريوم فيجيناليس. لما اكتشفها جاردنيلا اللي هو العالم وبعدين طلعوا عليها جاردنيلا فيجيناليس وجد لانه السيل وول حقها سو ثين فبالتالي لانه سو ثين فممكن ينصبغ مره بالجرام ومره ياخذ بوزيتيف ومره ياخذ نيجاتيف فمن هنا غير الاسم حقها الى جاردنيلا فيجيناليس. هذه البكتيريا موجودة نورمال فلورا في الفاجينا لكنها موجودة بسكانتي نمبر بعدد قليل. طيب البكتيريا دي كل ما بتعمله هي بتعمل بكتيريا الفاجينوسس. كيف تعمل بكتيريا الفاجينوسس؟ قالوا انه في معانا حاجة بنسميها البولي ماكروبيال انفكشن زي الجاردنيلا فيجيناليس زي الباكترويد زي البيبتوكوكاي. ذول كلهم لو كانوا موجودين في الفاجينا بعدد كبير حيحصل لهم اوفر كم على اللاكتوباسيلاي. زي ما نعرف ان اللاكتوباسيلاي بتعمل اميون فاجينا. ليش؟ بتطلع كميه اسيد وبالتالي الاسيد في الوسط في الفاجينا اسيدك وبالتالي الفاجينا نقول عليها اميون ما تنصابش. لكن نتيجه لانه حصل بولي مايكروبيال انفكشن بعدد زي الجاردنيلا فيجيناليس زي الباكتروي زي البيبتوكوكاي هيحصل انه البي اتش حتزيد ما عادش البي اتش واطيه. فلو ما تزيد البي اتش نتيجه لانه حصل اوفر كم على اللاكتوباسيلاي هيحصل البكتيريا الفاجينوسس اللي هو كاركترايزد باي فاجينال ديسشارج. الفاجينال ديسشارج ده كاركترايزد باي الجريش وايت فاجينال ديسشارج وبتكون رائحه الديسشارج ده رائحه كريهه جدا يسموها كده يسموها الروتن فيش. الروتن فيش معناها رائحه السمك الفاسد. طيب الكومبليكيشنز غالبا ما فيش لكن في كومبليكيشنز واحده ممكن تحدث اذا كان في لونج تايم ان المراه الحامل عندها مصابه بالجاردنيلا فيجيناليس انه يحصل البريماتور رابشر اوف ممبرين فبالتالي تحصل او تحدث ولاده مبكره. طيب كيف نعمل لاب دايجنوسيس لهذه البكتيريا او للديزيز اللي هو بكتيريا الفاجينوسيس؟ اول امر السبيسمن بالتاكيد فاجينال ديسشارج. نروح نعمل ديتكشن لحاجه اسمها الكلوسل. طبعا نسبق بجرام ستين فحنشوف الاتي حنشوف ان الابيثيليال سيل كلها كوتد بالجرام نيجاتيف فاريبل سواء كانت جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف رودز. فبالتالي هذا الشكل طبعا زي ما انتم شايفين دي ابيثيليال سيل شايفين كيف محاطه بقضيه اللي هي الجرام نيجاتيف اللي قلنا عليها فاريبل وذي قد تكون بوزيتيف وقد تكون نيجاتيف. هذه يسمون المنظر يسموه كلوسل. طبعا احنا نشوفه كده بالشكل هذا شايفين هذه الابيثيليال سيل شايفين كيف محاطه بقضيه الجرام نيجاتيف اللي قلنا عليها الفاريبل يا بوزيتيف يا نيجاتيف. هذه نقول عليها دايجنوستيك لما نشوفها نقول هذه على طول جاردنيلا فيجيناليس اللي بتعمل بكتيريال فاجينوسس. النقطه الثانيه في التشخيص في منتهى السهوله نشوف الفاجينال بي اتش اذا كانت اكثر من 5 فاذا هذه طبعا كيف نعملها؟ نستخدم عمليه البي اتش انديكيتور. اذا كانت اكثر من 5 معناها انه خلاص اللاكتوباسيلاي اللي كانت تحافظ على البي اتش الواطي ما عادش موجوده فبالتالي هذه واحده من الانديكيشن انه هناك بكتيريال فاجينوسس. النقطه الثانيه في تيست يسموه امين تيست اور ويف تيست. كل ما في الموضوع سهل جدا يروحوا يجيبوا سلايد ويجيبوا الفاجينال ديسشارج وبعدها يروحوا يجيبوا يحطوا 10% كو اتش فيحطوا على المجال الديسشارج 2 دروبس من 10% كو اتش. اذا ظهرت او شمينا رائحه الفيش اودر نقول على طول هذه جاردنيلا فيجيناليس وبالتالي هي اللي ادت الى البكتيريال فاجينوسس. طبعا ممكن لكن ما حدش بيستخدمها ممكن نشوف هل الدي ان اي اللي في الفاجينال ديسشارج هل الدي ان اي موجود ونشوفه بالريال تايم بي سي ار. التريتمنت لها سهل جدا نعمل الميتروزول ك سيستميك دراج او نعمل كليندامايسين انترا فاجينال كريم فور 7 دايز يعتبر دراج افكتيف. كنت معكم في ما مضى حول موضوع بسيط اللي هو جاردنيلا فيجيناليس اللي بيعمل بكتيريا الفاجينوسس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.